بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا في قصة طويلة، صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وعلى أن يعتمر من العام المقبل، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده فعل. وبسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضا اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل، وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك، وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام، فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجا، فلذلك سماه الله فتحا، ووصفه بأنه فتح مبين أي ظاهر جلي، وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين، وهذا حصل بذلك الفتح. ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعة الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، وربما تحمل صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين، وهذا من أعظم مناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم، أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ويتم نعمته عليك بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك، ويهديك صراطا مستقيما تنال به السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. وينصرك الله نصرا عزيزا، أي قويا لا يتضعضع فيه الإسلام، بل يحصل الانتصار التام وقمع الكافرين وذلهم ونقصهم، مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم. ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم، وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس، فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه وينزل عليه السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة، فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال، فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه. فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة عليهم وحط من أقدارهم، وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس، فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لها ازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم. وقوله: ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض، أي جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره، فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه، ولكنه تعالى عليم حكيم، فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين، أن يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات، ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك الجزاء المذكور للمؤمنين عند الله فوزا عظيما، فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء،
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات فإن الله يعذبهم بذلك ويريهم ما يسوءهم، حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين وظنوا بالله الظن السوء أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق، فأدار الله عليهم ظنهم وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا، وغضب الله عليهم بما اقترفوه من المحادة لله ولرسوله، ولعنهم أي أبعدهم وأقصاهم عن رحمته. وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من الجنود ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل، وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وكان الله عزيزا أي قويا غالبا قاهرا لكل شيء، ومع عزته وقوته فهو حكيم في خلقه وتدبيره يجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أي إنا أرسلناك أيها الرسول الكريم شاهدا لأمتك بما فعلوه من خير وشر، وشاهدا على المقالات والمسائل حقها وباطلها، وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه، ومبشرا من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي، ومنذرا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر، فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق من الباطل. ولهذا رتب على ذلك قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله أي بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم، أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله المستلزم ذلك لطاعتهما في جميع الأمور، وتعزروه وتوقروه أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه أي تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة برقابكم. وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتسبحوه أي تسبحوا لله بكرة وأصيلا أي أول النهار وآخرة. فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله وهو الإيمان بهما، والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير، والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا عنه، فهي عقد خاص من لوازمه أن لا يفروا ولو لم يبق منهم إلا القليل، ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها. فأخبر تعالى أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم يبايعون الله ويعقدون العقد معه، حتى إنه من شدة تأكده أنه قال: يد الله فوق أيديهم، أي كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم على الوفاء بها. ولهذا قال: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فمن نكث فلم يفي بما عاهد الله عليه فإنما ينكث على نفسه، أي لأن وبال ذلك راجع إليه وعقوبته واصلة له. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله أي أتى به كاملا موفرا فسيؤتيه أجرا عظيما لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يذم تعالى المتخلفين عن رسوله في الجهاد في سبيله من الأعراب الذين ضعف إيمانهم وكان في قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى، وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في الجهاد، وأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإن طلبهم الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب، وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة واستغفار، فلو كان هذا الذي في قلوبهم لكان استغفار الرسول نافعا لهم لأنهم قد تابوا وأنابوا، ولكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء، فظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي إنهم سيقتلون ويستأصلون، ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم ويطمئنون إليه حتى استحكم. وسبب ذلك أمران: أحدها أنهم كانوا قوما بورا، أي هلكا لا خير فيهم، فلو كان فيهم خير لم يكن هذا في قلوبهم. الثاني ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه وإعلاء كلمته، ولهذا قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله أي فإنه كافر مستحق للعذاب، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. أي هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية فقال: يغفر لمن يشاء، وهو من قام بما أمره الله به، ويعذب من يشاء ممن تهاون بأمر الله. وكان الله غفورا رحيما، أي وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة، فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين ويتجاوز عن الخطائين ويتقبل توبة التائبين وينزل خيره المدرار آناء الليل والنهار. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها طلبوا منهم الصحبة والمشاركة، ويقولون ذرونا نتبعكم، يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله، حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعا وقدرا. قل لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، إنكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة. فسيقولون مجيبين لهذا الكلام الذي منعوا به عن الخروج: بل تحسدوننا على الغنائم. هذا منتهى علمهم في هذا الموضع،
ولو فهموا رشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية. ولهذا قال: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيله ويعتذرون بغير عذر، وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال بل لمجرد الغنيمة، قال تعالى ممتحنا لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أي سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين والأئمة، وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحى نحوهم وأشبههم، تقاتلونهم أو يسلمون، أي إما هذا وإما هذا. وهذا هو الأمر الواقع، فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذ كانت شدتهم وبأسهم معهم، فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية، بل إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه. فلما أثخنهم المسلمون وضعفوا وذلوا ذهب بأسهم، فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، فإن تطيعوا الداعي لكم إلى قتال هؤلاء يؤتكم الله أجرا حسنا، وهو الأجر الذي رتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيله. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وإن تتولوا كما توليتم من قبل عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتاله يعذبكم عذابا أليما. ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين لجهاد أهل البأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذلك. ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهاد، فقال: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، أي في التخلف عن الجهاد لعذرهم المانع. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يطع الله ورسوله في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ومن يتولى عن طاعة الله ورسوله يعذبه عذابا أليما. فالسعادة كلها في طاعة الله، والشقاوة في معصيته ومخالفته. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة التي يقال لها بيعة الرضوان لرضا الله عن المؤمنين فيها، ويقال لها بيعة أهل الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه، وأنه لم يجيء لقتال أحد وإنما جاء زائرا هذا البيت معظما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمكة في ذلك، فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين وكانوا نحو من 1500، فبايعوه تحت الشجرة على قتال المشركين وألا يفروا حتى يموتوا. فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبهم من الإيمان فأنزل السكينة عليهم، شكرا لهم على ما في قلوبهم زادهم هدى. وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله، فأنزل عليهم السكينة تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم. وأثابهم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبية، فاختصوا بخيبر وغنائمها جزاء لهم،
وشكرا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها، أي له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياء، فلو شاء لانتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين، ولكنه حكيم يبتلي بعضهم ببعض ويمتحن المؤمن بالكافر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمين إلى يوم القيامة، فعجل لكم هذه، أي غنيمة خيبر، أي فلا تحسبوها وحدها، بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعها. واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس القادرين على قتالكم الحريصين عليه عنكم، فهي نعمة وتخفيف عنكم. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين، وأن الذي قدرها سيقدر غيرها، ويهديكم بما يقيض لكم من الأسباب صراطا مستقيما من العلم والإيمان والعمل. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى، أي وعدكم أيضا غنيمة أخرى لم تقدروا عليها وقت هذا الخطاب. قد أحاط الله بها، أي هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه، وقد وعدكموها، فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال اقتدار الله تعالى. ولهذا قال: وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم لولوا الأدبار، ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا ينصرهم ويعينهم على قتالكم، بل هم مخذولون مغلوبون. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذه سنة الله في الأمم السابقة، أن جند الله هم الغالبون. ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم، فقال: وهو الذي كف أيديهم، أي أهل مكة، عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أي من بعد ما قدرتم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد، وهم نحو 80 رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة، فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم فتركوهم ولم يقتلوهم، رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم. وكان الله بما تعملون بصيرا. فيجازي كل عامل بعمله ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين، وهي كفرهم بالله ورسوله وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة، وهم الذين أيضا صدوا الهدي معكوفا، أي محبوسا، أن يبلغ محله، وهو محل ذبحه، وهو مكة، فمنعوه من الوصول إليه ظلما وعدوانا. وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم، ولكن ثم مانع،
وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين، وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا ينالهم أذى. فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطؤوهم، أي خشية أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، والمعرة ما يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه. وفائدة أخروية، وهو أنه ليدخل في رحمته من يشاء فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال، فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا، أي لو زالوا من بين أظهرهم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، بأن نبيح لكم قتالهم ونأذن فيه وننصركم عليهم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. يقول تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، حيث أنفوا من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إليهم في تلك السنة، لئلا يقول الناس دخلوا مكة قاهرين لقريش. وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فلم يحملهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به، بل صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو كانت ما كانت، ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى، وهي لا إله إلا الله وحقوقها، ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها، وكانوا أحق بها من غيرهم، وكانوا أهلها الذين استأهلوها لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخير. ولهذا قال: وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يقول تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المدينة رؤيا أخبر بها أصحابه أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت، فلما جرى يوم الحديبية ما جرى ورجعوا من غير دخول لمكة كثر في ذلك الكلام منهم، حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: أخبرتكم أنه العام؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ستأتونه وتطوفون به. قال الله هنا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي لا بد من وقوعها وصدقها، ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلها. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، أي في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للنسك وتكميله بالحلق والتقصير وعدم الخوف. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم من المصلحة والمنافع ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك الدخول بتلك الصفة فتحا قريبا. ولما كانت هذه الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين وخفيت عليهم حكمتها، فبين تعالى حكمتها ومنفعتها، وهكذا سائر أحكامه الشرعية، فإنها كلها هدى ورحمة. أخبر بحكم عام فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع
الذي يهدي من الضلالة ويبين طرق الخير والشر، ودين الحق أي الدين الموصوف بالحق وهو العدل والإحسان والرحمة، وهو كل عمل صالح مزكي للقلوب، مطهر للنفوس، مربي للأخلاق، معلن للأقدار، ليظهره بما بعثه الله به على الدين كله بالحجة والبرهان، ويكون داعيا لإخضاعهم بالسيف والسنان. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وسعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. رحماء بينهم أي متحابون مترحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق. وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا، أي وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود، يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، أي هذا مقصودهم، بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه، أي قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت، لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم. ذلك المذكور مثلهم في التوراة، أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراة هكذا. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وأما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزره، أي أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء، فاستغلظ ذلك الزرع أي قوي وغلظ، فاستوى على سوقه جمع ساق. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسنه واعتداله، كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، ولهذا قال ليغيظ بهم الكفار، حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومعامع القتال. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة، والأجر العظيم في الدنيا والآخرة.